انت عايز تغير قد كده اهو، بس ما كنتش بتلعب اللعب ده طبعا. بس صوتها وشوشه ومعها بتخروشها. استني يا موسى، ما تخلص وتخلصنا. استعجل عليه عزيز، استعجل عليه. اللي قول لي عزيز، وانت لسه عبيط زي زمان؟ عبيط؟ زمان كنت بتسميها طيبة. ده كان زمان، لكن دلوقتي حاجة تانية. الدنيا علمتني عزيز إن الطيبة عبط. بس تصدق وتؤمن بالله، أنا استغربت لما دخلت الدار من تاني ولقيت كبيرها أعبط واحد فيها. طيب والعبيط اللي أنت بتتكلم عليه ده اللي كان بيسرق لك الأكل ويودوا لك الزنزانة من ورا الشيخ سلامة، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. صح كلامك، صح. عشان كده يا عزيز أنا مش هأذيك، أنا هاملك تمشي لحالك. شفت يا عزيز؟ شفت العبط ساعات بينجي كيف؟ لا هتأذيني ولا هتأذي حد من إخواتنا يا موسى. كلم عن نفسك يا عزيز، دول مش إخواتي. إخواتك أنت، إنما أنا زرع شيطان يا عزيز. أنا زرع شيطاني طالع من أرض بور لحد سقاها ولا حد رعاها. مش شيخهم كان بيقول عليا كده؟ وكلكم وافقتوه لما طردني برا الدار، ولا نسيته؟ هو يعني الشيخ سلام الله يرحمه كان قال كده من الباب للطاق؟ مين اللي بيتكلم؟ عبادة شمشون الدار. يا راجل اسكت، ده انا شايفك وعامل نفسي مش واخد بالي منك. اللي قول لي عبادة، لساهم بيخلوك تمسك الفلكة للعيال عشان يمدوهم اللي ما حفظوش ألف الدار؟ ها قوم وقف، قوم وقف. اهو ده يا رجاله، يبقى اطول واجمد راجل هنا في الدار دي. وعشان هو اطول واجمد راجل في الدار دي، كان شيخهم بيوقفوا عليا حرس، بس شهادة لله كان بيقوم بواجبه زيادة. وعشان كده أنا جاي النهاردة عشان أرد له واجبه. تعيز يا موسى، عايزك تاخد شوية العيال دول وتطلعوا برا الدار. اطلع اروح فين؟ مطرح ما رحت انا والرجاله
لما الشيخ كان طردني من هنا. احنا كتير مفيش مكان هيسعنا. داجت دلوقت دلوقت داجت مش كانت أرض الله واسعة لما شيخكم سلامة طردني من هنا. مش حسن قدامكم قالك ده حسن ولا لا؟ رد يا عزيز. ماشي يا موسى. الأصح فين حسن؟ مش شايفه يعني؟ ايه مستخبي ولا ايه؟ هو فين حسن يا عزيز؟ اصلي توحشته قوي وعايز اشوفه. حسن؟ حسن في ارض الله الواسعه. يا سلام على الدنيا، دنيا قلابه. شوف ادي حسن دلوقتي اللي في ارض الله الواسعه، وانا اللي هنا. شوف عزيز قدامك ساعة، ساعة واحدة بس، والعيال اخواتك دول يلموا خلقاتهم وتطلع برا الدار وتوروني عرض كتافكم بقى كديه. فاهم ولا لا؟ انت كويس؟ الحمد لله. مش مكتوب لي اموت النهارده. بعد الشر عليك يا خان، ما تقولش كده. والله يا رؤية الواحد ما بقاش عارف الشر في اني اموت ولا في اني افضل عايش. بس اللي انا متاكد منه ان ربنا نجاني من الموت النهارده عشان في حاجه مهمه جدا لازم اعملها قبل ما اموت، هو بس اللي عارفها. ربنا حارسك يا سليم علشان العيله اللي في رقبتك دي، وعلشان ما تسيبنيش لوحدي. وبطل بقى تقول الكلام ده. اتاكدنا ان كل اللي موجودين صحفيين وتبع دار الرعايه المسؤول عن الاطفال. امشيهم. والواد اللي مات للاسف مفيش معايا حاجه تثبت هو مين. طب ماشي الجماعه الصحفيين دول، خليهم يكتبوا اللي حصل بالتفصيل وزي ما حصل بالظبط، بعدين اتصل بالبوليس يجوا يعملوا محضر اثبات حاله ويشيلوا الجثه. بابا مين اللي عمل كده؟ يوسف مالك؟ طب هات حد غيري ترسم له عطار يا سيف بيه. انا قلت اساعدك. الراجل اللي انت بعته اتقتل. وانت ما نفذتش ليه؟ عشان لما الاقي حاجه في الاتفاق اتغيرت يبقى في حاجه انا ما اعرفهاش، وانا ما بكملش في حاجه ما اعرفهاش. وبعدين عايز افهم حاجه، الراجل اللي انت بعته ده كنت بعته بيعمل ايه؟ دوره ايه بالظبط؟ راح الأعضاء. انا سبب مش اكتر، كلنا اسباب لبعض يا يوسف، سبحان الله. عموما اللي حصل ده مفيد في كل الاحوال، وكان لازم يحصل عشان الرؤية تبقى اوضح. تمام تمام يا سيف بيه. يوسف بيه انت الراجل بتاعي، ما احبش اشوفك متضايق أبداً.